ما زلنا بنتكلم في الموضوع بتاع الاستعلامات او الكويريز. احنا قلنا بيكون عندك الجداول بتصممها بشكل صحيح علشان تضمن ان الابليكيشن ده هيتم تطبيقه في المكان اللي انت شغال فيه، ما تبقاش اي في اي مشاكل وما تعملش مجهود على الفاضي. فبتعمل الجداول، تتاكد ان تصميمها صحيح. خلصت الجداول، اهم حاجه ان الداتا تدخل بانتظام وتبقى دقيقه تماما علشان التقارير والاستعلامات وكل حاجه انت هتعملها تبقى سليمه، تطلع نتائج سليمه. garbage in garbage out، دخلت اي كلام اديت اي كلام هتطلع لك برضه بيانات اي كلام. وانا اذكر ان احنا كنا وصلنا للكرييت والكويري ديزاين وابتدينا نشوف نتفرج، يعني حاجه زي الامبلويز مثلا عملناه اد هنا، وابتدينا نستعرض ان انا ممكن ازود الفيرست نيم وازود اللاست نيم وازود اللي شاف الديبارتمنت والهاير ديت والسالري والجوب ريتنج وتستعرض، فيديك هذه البيانات. يبقى انت كده بتعرض كل السجلات اللي في الجدول، لكن عامل بروجكشن. يعني ايه بروجكشن؟ يعني انت بتختار مجموعه من الاعمده، مش كل الاعمده. وقلنا ان الكويري ممكن يكون مالتي تيبل. يعني ايه مالتي تيبل او مالتي تيبل حسب الاكسنت بتاعتك؟ ان الكويري الاستعلام ممكن يجيب لي من اكتر من جدول. فاكرين احنا قلنا ممكن نعمل رايت كليك ونقول شو تيبل، ونقول كمان ان انا عايز من الشو فون، فيبقى كده الاستعلام بتاعي جاب لي اكتر من جدول. طب ايه العلاقه دي؟ اوتوماتيك، هو شاف ان فيه احنا كنا عاملين ريليشن شيب من الامبلويز والامبلوي فون، فهو في الكويري خلاص شايف. فممكن هنا اقول له كمان اعرض لي النمبر والتايب لو انا حابب. مش حابب هاجي هنا اقول له لا كات، هاجي هنا اقول له لا كات، وهاجي اقول له لا انا مش عايز ده مثلا، فريموف الجدول ده، فارجع تاني للوضع الطبيعي. طب لو مش عايز اعرض كل السجلات، حط الايه؟ حط شرط على اي واحد منهم. وليكن انا عايز الناس اللي تبتدي الفيرست نيم بتاعهم بديفيد. قول دول ديفيد. خلاص وهكذا. ولعبنا، فاكر ان احنا لعبنا حاجة كتير قوي، وشفنا ازاي ان انت السالري ممكن تقسمه على 12، صح؟ وكان يمكن من الاخر الحاجات اللي ضربت عندي انا ان جيت احاول ان احط الانيشلز. الانيشلز اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم، هنا في زد مثلا وهنا في تي. فكنا بنحاول، انا كنت حاولت ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقول له طيب بص انا عايز اجي هنا مثلا واقول له اديني اول حرف من الفيرست نيم، اول حرف من الفيرست نيم، اول حرف اللي هي ايه؟ واحد. وكنا بنشوف لما اجي بعمل هنا ببقى زعلان. ودي بعد البحث دي بتطلع في بعض الاجهزه، في بعض الاجهزه بعض الفيرجنز بتاعت الاكسس خاصه القديمه. طيب ليها حل؟ اه ليها حل. على فكره نفس القضيه في الاكسل برضو، بعض الفيرجنز في الاكسل بقى فيها نفس القضيه دي. لو حصلت معاك، لو حصلت معاك هتشيل ساعتها الكاما اللي انا عاملها وتعملها سيمي كولون. بس انت بالاول بتعمل عادي، بنجرب انك تحط الكاما، لو الكاما ما نفعتش حولها لسيمي كولون، اللي هي السيمي كولون اللي هي العلامه دي يعني. خلاص وجرب هتلاقي تظبط معاك. فخليك انت الوضع الطبيعي انك ايه تعملها صح، تعملها الاول الكاما، ما مشيتش اعملها سيمي كولون. وكان المعتاد انا ممكن هاجي اقول له انا عايز هنا الايه الانيشال، انيشال مثلا نقطتين فوق بعض، وانا كنت ممكن اعملها من كابشن من هنا او من هنا الاثنين سيان، فيطلع لك كده. لو انت كنت عايز الانيشال بتاعت الفيرست مع اللاست كنت هاخد الليفت ده كوبي واقول له اند، انا عايز مسافه اند، واعمل بيست. بس المره دي هشيل الفيرست بقى خليها لوست، اكتب لي زد تي. طيب لو انت مش عايز مسافه في النص خلاص شيل الكلام ده كله، يبقى كده هلزقهم لك في بعض. اوكي ده المثال اللي ما اشتغلش عندي في جهازي، انا اتمنى ان هو يكون اشتغل عندكم المره اللي فاتت في جهازاتكم. لو ما اشتغلش شيل لو سمحت الكاما وخليها سيمي كولون. اوكي اي سؤال في الحته دي يا جماعه؟ اي سؤال؟
اي اسئله؟ طيب، ومن الحاجات برضو المهمه اللي احنا تالي عرجنا عليها برضو المره اللي فاتت، ان انت في الكرييت في الكويري ديزاين لازم تعمل ما يسمى بالستاتستكس، او ما يسمى بالسمري، او ما يسمى بالاجريجيشنز، اللي هي هات لي العدد، هات لي المجموع، هات لي اعلى، هات لي الاقل. فقلنا في الامبلويز مثلا اهو، انا عايز مثلا مجموع المرتبات قيمه واحده، ادي السالري اهو، انا عايز اعرض ايه المجموع. فلو رحت للتوتلز انا ممكن اجي هنا واقول له اعرض لي الصم المجموع، مجموع المرتبات لكل الموظفين في الشركه هو الرقم ده. طب انا عايز الكلام ده بناء على الاداره، يعني في كل اداره، كل اداره اهي تقدر تقول لي مجموع المرتبات اللي انا بدفعها، ساعتها اجيب الاداره واحطها هنا، فيعرض الادارات ولكل اداره هيقول لي مجموع الايه؟ مجموع المرتبات، وهكذا 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 وهكذا. تقدر تجيب طبعا الصم، الافرج، المينيمم، الماكسيمم، حاجات كتير. ومن ضمن الحاجات اللي احنا شفناها ان انت ممكن تخترع عمود. اتمنى تكونوا انت ايه بتراجعوا المحاضرات، يعني تخترع عمود، انت ممكن تخترع عمود. نفس الموضوع، لا الكلام ده انا ممكن اعمله على اكتر من جدول، وماي ملتي او مالتي تيبل، واعمل عليه نفس الموضوع، يعني مش لازم اعمله على جدول واحد. الاستعلام يا جماعه يشتغل على جدول، ويشتغل برضو على اكتر من جدول، يشتغل على جدول ويشتغل على اكتر من جدول. اوكي، بالتالي دي الحاجات الجزئيات اللي انتهينا بيها المره اللي فاتت. انا النهارده عايز انهي الكلام عن الكويري علشان المره الجايه اسيبكم تعملوا يعني في الكلاس ورك، يعني تعملوا كده كلاس ورك خاصات باللي يخص الكويري المره الجايه تقريبا، ايه المره بتاع بكره صح، استعدادا للمترم ان شاء الله، يعني عشان لو في اي حد عنده اسئله بكره في الكلاس ورك ابقى ايه معاكم، وتتاكدوا ان الدنيا سليمه تمام ما فيهاش مشاكل، فتدخل ان شاء الله الاسبوع الجاي على المترم وانت حاسس ان انت مستواك كويس يعني ان شاء الله. اتفضل. الميدترم الاسبوع اللي جاي، اللي انا عرفته ان الميدترم الاسبوع السادس، الميدترم الاسبوع السادس، احنا دلوقتي الاسبوع الخامس، فالميدترم هيبقى الاسبوع اللي جاي. لو اي كلام مختلف عن كده وعرفت بيه هبعت لكم، بيكون في وقت الحصه بالظبط، في وقت الحصه ان شاء الله، يكون في وقت الحصه ان شاء الله. حتى هذه اللحظة أنا إيه لسه الكلام المؤكد، لو جالي أي تعليمات تانية هبعت لكم ميل ليكم كلكم، خلاص بالبلاك بورد هبعت لكم ميل ليكم كلكم لو في أي حاجة تانية جات لي. أوكي؟ يعني لو جالي بالميعاد، جالي بأي تعليمات هبعت لكم على طول. أستاذ وليد اتفضل. وليد دكتور، راح يكون الاسئله عمليه او عملي، يعني احنا نسوي نفس الهوم ورك اللي نسويه في الاكسس، او انه راح يكون خيارات نفس الكويز اللي راح. اوكي، بص انا دلوقتي بفكر نجرب ننوع، يعني انا بفكر ان المتر بيبقى عملي ان شاء الله، وبفكر ان الفاينل يبقى ده وده، بحيث لو في ناس شاطره في النظري تمشي حالها، لو في ناس شاطره في العمل تمشي حالها. فاحنا جربنا كويز مره كان نظري صح، وبعد كده اديت مره الجداول كانت عملي، وبكره هدي الجداول العملي، والميد ترم هدي الجداول العملي، بعدين ان شاء الله بفكر في الفاينل يبقى الاثنين، يبقى في سؤالين، سؤال عملي وسؤال نظري، بحيث ان اللي شاطر في النظري بره يعرف يجيب، واللي شاطر في العملي برضه يعرف يجيب، فبحيث ان انا ايه نحاول نرضي جميع الاطراف يعني ان شاء الله. لكن بالنسبه للميد ترم لا، هيبقى عملي ان شاء الله، هيبقوا سؤالين، هيتسال سؤالين اسئله يعني او ملفين، المفروض ترفع ملفين، ملف خاص بالجداول، الملف الثاني هيبقى خاص بالكويريز او الاستعلامات، ومش بالميل بقى، موضوع الميل ده فاشل جدا صراحه، وحاجات مش بتجيله وبتاع، فخلينا نرفع دايما على البلاك بورد، حتى ان شاء الله بكره في الكلاس ورك بتاعكم لما اجي اصحح، او لما تيجوا تبعتوا ترفعوا، هترفعه برضه على البلاك بورد ان شاء الله، وبالتالي البلاك بورد هيبقى افضل كتير
من الميل، وفرصة برضو نجربه قبل الميد تيرم والفاينل ان شاء الله. اذا كان الحاجة بتوصل، اذا كان فيها مشكلة، كله يبان بكرة بقى ان شاء الله. اوكي، أسئلة تانية قبل ما أكمل الأجزاء الباقية؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب، فزي ما بقول لكم، لو جالي أي تعليمات بخصوص المترم كمواعيد أو كتوقيتات أو هبعت لكم. ما جاليش يبقى إحنا زي ما إحنا بنعمل المترم بتاعنا في محاضرتنا. طيب، أنا هبتدي يا جماعة صفحة 14، اللي حابب يتابع معايا من النوتس يعني. لو انت معاك النوتس وعايز تتابع معايا، تابع معايا، انا في صفحة 14. اوكي، او تقريبا فاضلش الا صفحتين تقريبا، وبعد كده الشغل اللي هنعمله بكرة ان شاء الله. اوكي، هفتح شابتر 6 وهفتح ملف اسمه No Obstacles Update. هيديك شوية جداول وشوية استعلامات وبتاع. ايه المطلوب مني؟ بيقول لك انت عندك هنا استعلام اسمه تيبل امبلويز، عايزين نعمل استعلام على الجدول التيبلز. فين 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 بتاع الامبلويز ده؟ الامبلويز اهو، انا عايز اعمل عليه استعلام. هختار، هنقي شوية اعمدة كالمعتاد، فاقول انا كاريت استعلام. انا دايما بحس ان الديزاين اسهل، طبعا حاجه ترجع لك لويز، واكبر بس كده عشان ابقى شايف، ونبتدي نختار بعض الامور. وليكن انا عايز الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والستاتس، حاله الموظف او طبيعه الموظف، والبنفيت ريتايرمنت، هل هيستفيد من المعاش يعني ولا لا. اوكي، وتعالى كده نتفرج. خلاص، ادي الموظف فيرست ولاست، وادي الستاتس بتاعته. وبعض الموظفين ليهم معاش، بعض الموظفين ما لهمش معاش. طب انا ايه يهمني؟ يهمني الناس اللي هي الفول تايم بقى، يعني انا مش عايز كل الناس، انا عايز الناس الفول تايم. فول تايم، طبعا مكتوبه تايم غلط. طيب، ادي الناس الفول تايم. هتلاقي الناس الفول تايم نفسها بعضهم ليهم معاش والبعض التاني ملوش معاش. بعض التاني بعضهم كان ليه والبعض ملوش. انا عايز اعمل ايه بقى؟ بما ان ده موظف فول تايم، فانا عايز كل الموظفين الفول تايم يبقى ليهم معاش. حلوه دي. يعني تاني، انا عندي هنا كل الموظفين يا جماعه الفول تايم، صح؟ قدام عينك اهو، بعضيهم ليهم معاش وبعضهم ما لهمش. جه القانون قال لا يا جماعه، اي موظف فول تايم لازم يبقى ليه ايه؟ معاش. معنى كده ان انا لازم اعمل صح على كل مين؟ على كل دول. يعني الصح يبقى افضل صح، طب واللي مش صح يبقى يتحول لصح، فكل دول لازم يتحولوا لصح. كل دول لازم يتحولوا لصح. اعملها ازاي؟ انا ممكن اقعد اعملها من هنا واقعد اعلم واحده واحده، لكن لو عندك 1000 3000 10000 موظف مش لطيفه يعني. طيب، ازاي اعمل ابديت للكلام ده كله مره واحده واخلص؟ هنا بقى يجي الدور الكويري. طيب، اول مره بقى نتعامل معاه. لغايه دلوقتي كل اللي اتعاملنا مع السلكت انك تختار، وقلت لك في حاله السلكت ممكن تعمل فيو او تعمل رن، هي مش فارقه. خلاص، دلوقتي انا هحول السلكت بتاعي لنوع اخر. بما ان انا عايز اعمل ابديت، فانا اختار ابديت. اول ما اضغط على الابديت هينزل لي هنا سجل كده جديد، بيقول لي انت عايز تغير ايه؟ ايه اللي انت عايز تغيره؟ هل انا محتاج اغير الاي دي؟ لا. الاسم؟ لا. الستاتس؟ لا. انا محتاج اغير ايه يا جماعه؟ البنفيت ريكويرمنت. انا عايز كلهم يستفيدوا من هذا المعاش، يبقى ليهم معاش، فعايزهم كلهم يبقوا ميس. انتوا متابعين معايا؟ انا عايزهم كلهم يبقوا ميس، بس طبعا حطوا هنا غلط. المفروض كنت احطه فين؟ في الابديت 2 هنا، فقول له
يس. خلي بالك تحط الحاجه فين. فدلوقتي انا بقول له ايه؟ بص ده نفس الكويري بتاعي اهي، بس خلي بالك ان دلوقتي هتابديت، هتابديت هتعمل ايه؟ تيجي على البنفيت ريكويرمنت وخلي كل السجلات تبقى ايه؟ تبقى يس. طب ده جميل جدا كده، اشتغل؟ لا ما اشتغلش. علشان يشتغل لازم تيجي ما اختارش بقى الفيو، اختار بقى مين يا جماعه؟ رن. علشان يشتغل ويابديت هختار الرن، اضغط كده على الرن. قال لي انت هتابديت كل السجلات اللي هي في الفول تايم؟ قلت له اه. خلاص دن دن. رجعت للسلكت تاني، شالي بقى السجل اللي هو بتاع ابديت 2 هنا، وقلت له تعالى نتاكد. بص 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 بص. يبقى دي الطريقه اللي متعدل بيها السجلات من الاستعلام. يبقى الاستعلام مش فقط للعرض، استعلام العرض اللي احنا بنسميه اللي هو السلكت، وده اشهر حاجه انك بتعرض بتجيب ايه، عمال تعمل تقارير وبتاع، لكن قد يحدث ان يطلب منك انك تعدل البيانات. تعدل ايه؟ اي حاجه، اي عمود يطلب تعديله. فانت الاول هتختار مجموعه السجلات اللي في الجدول اللي انت محتاج تعدلها، ادي رقم واحد، وبعد كده هتقول شكل التعديل ايه. فانا قلت له والله انا هابديت، هيطلع لك الابديت 2 ده، فاكر؟ هيطلع لك الابديت، تيجي هنا تقول ايه التعديل؟ خليته هنا يس. بس اهم حاجه كده ما اشتغلش. علشان يشتغل لازم تقول له ايه؟ لازم اقول له رن. يبقى ده استعلام الغرض منه التعديل. يبقى مش كل مش كل كويري، مش كل استعلام الغرض منه العرض، انك تعمل ديسبلاي او انك تسلكت يعني، لا. في استعلامات اخرى من ضمن هذه الاستعلامات ان انت عايز تعدل البيانات. مش هدخل اعدلها فيديو واحده واحده، لا من هنا ولا من الفورم ولا من النماذج، ده مش معقوله. هتعدل اكتر حوالي 400 سجل، هتمشي عليهم واحد واحد؟ مستحيل. انت عايز تعدل ايه؟ انا عايز اعدل كل الموظفين الفول تايم يستفيدوا من المعاش. خلاص ما تعمل استعلام يعمل لك الحركه دي في ضغط الزرار، مش ده الاذكى؟ اي سؤال؟ اي سؤال قبل ما اكمل؟ اي سؤال؟ بدينا يا استاذ نسوي على الاي دي، تعدل الاي دي؟ لا ما فيش حد بيعدل الاي دي، ما فيش حد يعدل الاي دي. انت بتستخدم الاي دي علشان تعدل بقيه اعمده الجدول، ما فيش حد يا جماعه بيعدل الاي دي. انت بتعدل هنا، هتعدل هنا، هتعدل هنا. ده بالذات بقى ما بيتعدلش، الاي دي بالذات ده ما بيتعدلش الا في حالات استثنائيه يعني. لكن الطبيعي انك تعدل هنا، تعدل هنا، تعدل هنا، تعدل هنا. يعني افترض انت كده واحد اسمه غلط، عدله. ممكن عايز تتحول من واحد من عقد الفول تايم، عدله. لا يا استاذ، لكن اقصد ان نستخدم الاي دي، يعني رقم معين من الاي دي يستفيد من المعاش. انت مش عايز، طبعا نفس الفكره، ما ده اللي انا عملته، مش ده اللي انا عملته. يعني انت بقى معنى كده انت مش عايز تعدل كل الناس الفول تايم، صح؟ ايه، انت عايز تعمل ايه؟ تعالى بقى نشيل، نرجع للسلكت ونعمل فيو. فانت عايز مثلا تعدل رقم 17، فساعتها هتروح شال الفول تايم وشغلك على مين؟ على ال 17. هو ده بس اللي هيتعدل، بفرضا ان ده ايه؟ ان ده مش متعدل يعني. خلي بالك انا شلت الايه؟ شلت البنفيت من عليه اهو، لان انا لما بعدل هنا احنا قلنا الاستعلام ما بيجيبش من دماغه، بيجيب من الجدول، فانا ايه شلتها فهو مش مستفيد اهو. فدلوقتي انا عايز اعدل مين؟ عايز اعدل الموظف رقم 17، صح؟ وبعدين حولتها لمين؟ حولتها الابديت. اخليه ايه؟ اخليه يس. هل كده اشتغل؟ لا طبعا، لازم اضغط مين؟ ران. متاكد؟ اهو سجل واحد. طب ارجع تاني السلكت عشان اتفرج بس على المنظر. فيو اهو. سهلة؟ سهلة. تعال بقى نقفل ونجرب نوع تاني.
يبقى دلوقتي احنا شفنا المره اللي فاتت الاستعلامات السهله اللي هي السلكت انك بتعرض، بعدين ابتدينا نشوف المره دي استعلام انك عايز تعدل فبتعمل ابديت. تعال نشوف نوع اخر من الاستعلامات، هو استعلام انشاء جدول. استعلام انشاء جدول، ايوه انا هعمل ايه؟ هعمل، تعال نجرب كده حاجه زي كده، بس اتاكد بس ان هنا مفيش، هقفل ده. وفي هنا واحد اسمه ميك تيبل، تعال بس عشان منظمين تعال نفتحه. ميك تيبل ماشي، كالمعتاد هعمل استعلام على جدول الموظفين، فاقول له كرييت واقول له انا عايز الكويري ديزاين، ادي الموظفين، كبر بس شويه خلاص بقى تبقى شاطرين يعني، عايز تدخن براحتك كبير يعني مش محتاج اكتر من كده اهو يعني باينه. جميل، انت عايز تعمل ايه؟ انا اختار الاي دي الفيرست لاست، اخترت الاداره، هختار حاله الموظف، تعالى نختار المرتب والريتنج بتاعه، نتفرج المنظر ماشي 740 ماشي. جميل، انا مش عايز اعمل كده، انا عايز، مش عايز كل الادارات يعني، انا عايز الادارات اللي تبتدي بالمانيفاكتشرنج، او في بقى المانيفاكتشرنج، في مانيفاكتشرنج مش عارف اي تي حاجه كده. تعال نشوف، ادي ادارات المانيفاكتشرنج، لو انا عملت كده هيجيب لي الناس كلها اللي في المانيفاكتشرنج اللي هو شاف 151. طيب هاجي هنا في الاول اقول له هات لي كل الموظفين اللي في اداره تبتدي كلمه مانيفاكتشرنج، مانيفاكتشرنج بعدين نجمه، نجمه يعني اي حاجه. خلي بالك اني زاد عليهم شويه لان في بعضهم في اداره اسمها مانيفاكتشرنج ادمن، يبقى انا الادارات اللي انا عايز اتعامل معاها اي حاجه فيها مانيفاكتشرنج، مانيفاكتشرنج او مانيفاكتشرنج ادمن، هو عددهم 159 موظف في الادارتين دول. اوكي، فانا مره واحده دي خلتني اجيب الادارتين مع بعض يعني، اي حاجه تبتدي بالمانيفاكتشرنج يعني لايك احنا شفناها قبل كده. طيب خلاص انا كده عندي الموظفين اللي انا عايز اتعامل معاهم، عايز اعمل ايه بقى؟ طيب هفترض فرضا ان الموظفين دول كلهم اشتغلوا معانا او كانوا موجودين معانا عام 2012 او في سنه معينه مثلا، دول كلهم كانوا موجودين معانا في سنه معينه، فانا عايز لسبب او لاخر اخد كل هؤلاء الموظفين واحطهم في جدول تاني واقول دول موظفين ادارات المانيفاكتشرنج عام 2012. هم كده كده موجودين في جدول ده، بس دول بالذات طلب مني المدير ان انا اصدرهم او حاجه، فلاهميتهم عايز افصلهم في جدول كمان يعني، عايز احطهم اخد كوبي منهم واحطهم في جدول تاني. فهينفع يعني، ينفع تاخد شويه سجلات وتحطها في جدول؟ اوكي، والله الحقيقه انه ينفع. بص لو انت جيت هنا، خليكم معايا يا جماعه ثانيه واحده،
يا شباب، نرجع تاني نكمل. طب احنا كنا وصلنا فين؟ فدلوقتي انا عندي شويه سجلات، ايا كان طبيعه الكويري اللي انت عملتها، عندك شويه سجلات وعايز تحطها في جدول، ينفع؟ ايه الاجابه؟ كالمعتاد، بما ان ده يعني استعلام نوعه مختلف، فهتحوله من سيلكت للنوع اللي انت عايزه. فمش هتقوله بقى ابديت، هتقوله ان انا عايز ميك تيبل، عايز اعمل جدول جديد. هضغط هنا اهو. طيب هقول لك ايه الجدول الجديد اللي انت عايز تعمله؟ فاقول له اديله الاسم اللي انت عايزه، يعني قلت له manufacturing 2012. ماشي ماشي. المعتاد ما اشتغلش اهو الجدول، ما علشان يشتغل لازم اقول له رن، وتاكد اخد ال 158 دول احطهم لك في، مش اخدهم قط يعني، اخدهم كوبي واحطهم لك في جدول. بص 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 جامده جدا، جامده جدا. يبقى انت ممكن تعمل اي استعلام انت عايزه، اي استعلام هيطلع لك شويه سجلات، خد السجلات دول ممكن تحطها في جدول. ينفع؟ ينفع. تالي سهله قوي، سهله قوي. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ ممكن اقعد سرعية طبعا. اي تاني، خد اي استعلام، مش لازم الاستعلام ده، اي حاجه بسيطه يعني. اي سيبك من ده اهو، اعمل اي استعلام انت عايزه، اي استعلام. اي بلويز، احنا بنقول بلويز بس عشان يعتبر اسهل حاجه حتى في الفهم يعني. خدت الاي دي وخدت الفيرست وخدت اللوست وخدت البيلدينج وخدت اللي مش عارف الديبارتمنت الهاير ديت والسالري، شويه حاجات. طيب عايزهم كلهم؟ انا ممكن انقلهم كلهم. عايز اداره معينه؟ ماشي. عايز بيلدينج معين؟ ما اللي انت عايزه. وليكن اداره، هل في اداره اي تي عندنا؟ كل دول اي تي، كام عددهم؟ في 44 واحد. طيب خلاص، خد ال 44 اعمل لي بيهم جدول، ميك تيبل، اقول له دول اي تي امبلويز ان اكيد. سهله. اي استعلام انت عايز يديك الداتا، خد وحطه في كده. خلصت خلصت خلصت. طيب من ضمن الحاجات الجميله جدا برضو الديليشن. انت شوف دلوقتي انت ازاي ممكن تاخد داتا وتحطها في جدول، وشفت ازاي ممكن تعدل بيانات. من ضمن الحاجات انت عايز تحذف بيانات، عايز تدلت سجلات، عندك مجموعه سجلات عايز تدلتها. وليكن تعالى هنا في مثال جميل جدا اللي هو ايه، نو اوبستكلز، نو اوبستكلز ديليت. بس عايزين نعمل ايه بقى هنا؟ بيقول لك هتصور عشان تبان لك، تعالى كده تعالى كده، هاجي كده واعمل كويري بس اعمله المره دي على الطلبات. اوكي؟ اقول لك احنا هنعمل ايه؟ وتخيل معايا ان احنا وليكن يعني عايزين في الطلبات رقم الطلبيه الاوردر اي دي، ده الاوردر اي دي. تاريخ الطلبيه مهم جدا، ده اللي بناء عليه هنحط شرط الديليشن. والاستاتس حاله الطلب، دي هنا حاله الطلب. تعالى كده وافرجك احنا عايزين نعمل ايه. لو انت بصيت كده هنا، دي الطلبيات وده تاريخ الطلبيه، يعني تاريخ الطلبيه الراجل ده العميل ده اشترى امتى، وده حاله الطلبيه، حد عملها شيبمنت وراحت اتشحنت، ولا دي كانسلد، ولا 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 ولا. خلاص. طيب انا عايز اعمل ايه؟ هرجع هنا قلت له انا مش عايز اعرض كل الطلبيات، كل التواريخ دي. خلي بالك في حاجات 2011 2012 2011 2012. طيب تعالى عرض لي بس اللي في 2011، ينفع؟ طبعا. هاجي على الكريتيريا وقلت له انا مش عايز اعدي باي حال من الاحوال. خلي بالك التاريخ بيتكتب امريكاني في معظم الاحوال، طبعا حسب الريجنال سيتنجز. نجرب الاول الامريكاني لان غالبا بيبقى امريكاني، بعدين لو ما ينفعش نخليه العربي العادي. قلت له 31/12/2011 اهو صح. خلاص يبقى دي الطلبيات
اللي تمت عام 2011، يعني طلبات 2011 و12، فقلت له قبل 12 فقبل 11 بس. طيب الطلبيات دي بعضها اتشحن وبعضها اتكنسل. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ هات لي الطلبيات اللي اتكنسلت في الوقت ده، يعني انت عايز تعمل كرايتيريا تانية. قلت له انا عايز مش كل الطلبيات، انا عايز الطلبيات اللي اتكنسلت. ارد لي. فانا عندي كذا طلبيه متكنسلين في عام 2011، خلاص اصلا انك تحتفظ بيها مش لازم، طبعا دي حاجه ما بتعملهاش من دماغك. يعني قد يكون من المهم انك تحتفظ ده في لوج، يا ترى مين العملاء اللي بيكنسلوا الطلبات معانا في كل سنه مثلا، حاجه قد تكون مهمه. لكن اللي بيحصل ايه؟ يعني بيفترض ان كان نوع من التنظيم ان انت الطلبيات القديمه دي خالص اللي انت مش محتاجها تتشال وتتحط في قاعده بيانات تانية للتحليل او في جدول تاني، خلاص؟ وبعد كده في جدول الطلبيات نفسها، خلاص ده جدول الطلبيات الحالي الفعلي ملوش لازمه، لان دي طلبيات قديمه قوي ومتكنسله، فانا عايز ادلتها، ملهاش لازمه عندي، خلاص؟ وده هتتعرض له كتير، ان انت عندك شويه سجلات ملهاش لازمه، عندك موظف وموظف ده مشي مات، عمل ريتايرمنت وات ايفر، خلاص؟ عندك ارقام تليفونات، ارقام التليفونات دي ملغيه فعايز تشيلها، عندك عملاء مش مبقوش موجودين فعايز تشيلهم، خلاص؟ في حاجات كتيره ممكن تعمل فيها، تحتاج انك تدلت سجلات. ادلت ازاي بقى السجل؟ يبقى دلوقتي انا عندي مجموعه سجلات اللي هي في 2011 ومتكنسله، فانا عايز اشيلها من جدول الاوردرز. ينفع؟ اه طبعا ينفع. هعمل الكلام ده ازاي؟ ايا كان بتختار الاستعلام اللي انت عايز تعمل تشيله، ده مجموعه السجلات اللي انا عايز ادلتها، هي دي، خلاص؟ تختارها بالشكل اللي يناسبك. في الحاله بتاعتنا كان البيزنس كيس ايه؟ ان انا عندي مجموعه طلبيات قديمه ومتكنسله، فانا عايز اشيلها من الجدول. ماشي، هشيلها ازاي؟ اكيد 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 هروح انا لايه؟ هروح للديليت، خلاص؟ فهنا بص هيطلع لك حاجه اسمها ديليت اهي. هيدلت مين؟ نفس الشروط اللي في الكرايتيريا، هيدلت الحاجات اللي اتكنسلت في 2011، دول اللي هيدلت. متاكد؟ اه دلت. يقول لك انا هدلت لك اربع سجلات. اه خلاص شلون. طيب لو رجعت دلوقتي للسلكت فيو، الاربعه ايه؟ الاربعه اتشالوا. فطبعا انت قبل ما تعمل ديليت لازم تتاكد ان انت شغال صح، لان خلاص السجل مش هتعرف ترجع فيه تاني، يعني الاربع سجلات دول خلاص راحوا من عندي، فدي بحد ذاتها مشكله. دايما انا بعمل في الفيو بتفرج في السلكت الاول بشوف السجلات اللي هتدلت، والاحسن والاحسن الاحسن والاحسن قبل ما تدلت تاخد نسخه من الجدول، يعني من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها. بص كنت قبل مثلا ما دلت من جدول الطلبيات انا كنت ممكن اعمل ايه؟ كنت رايت كليك كده وكوبي، بعدين رايت كليك وبيست، واقول مثلا ده الاوريجينال اوردرز كده على جنب، بحيث ان انا لما بدلت ولا اعمل ابديت لو حصل اي مشاكل اقدر ارجع للملف الاصلي. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن دلوقتي اعمل كده بيست واسميه اوريجينال اوردر، خلاص؟ واتعامل دلوقتي مع الاوردرز عادي جدا، هعمل ابديت وهعمل ديليت وهعمل زي ما انا عايز، طول ما انا سليم خلاص مفيش مشكله. والله حصلت مشكله اقدر ارجع للديتا اللي في اوريجينال اوردرز، خلاص اقدر ارجع واخد من هنا واحط هنا، واخد من هنا واحط هنا، وهكذا، خلاص. فانت في الموضوع الديليشن ده، الحذف بالذات والابديت، خليك حذر جدا، خليك حذر جدا. طبعا مش عايز ادلتكم. في سؤال، يبقى انت دلوقتي ممكن تختار اي استعلام هيجي لك شويه سجلات، السجلات دي ممكن تعمل لها ابديت، ممكن تعملها ديليت، تعملها حذف، ممكن تاخدها وتحطها في جدول تاني. موضوع جميل جدا، موضوع جميل جدا. اي سؤال؟ يا استاذ بس شنو الزر اللي سويت جدول جديد؟ هو بص كلهم جنب بعض، يعني انت لما بتكريت الكويري بتاعك كله جنب بعضه يا جماعه. بص 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 كله جنب بعضه، ده السلكت ده الطبيعي. عايز جدول كده اهو، عايز تعدل اهو، عايز تحذف اهو،
عايز تاخد السجلات دي وتضيفها على جدول عندك، يعني تزود سجلات على جدول اوريدي موجود اهو. ايه هنعمله دلوقتي؟ الابل كله جنب بعض، كله جنب بعض. وبعد ما بتختار بتعمل في الاخر الرن بس. يبقى انت بدل السلكت بتختار النوع الاستعلام، مش لازم سلكت. عايز جدول جديد، عايز تعدل، عايز تحذف. تعالى اوريك حاجه تانيه. نو سيبشي. في حاجه اسمها الابند. ابند يعني ايه؟ ضيف السجلات بتاعت الاستعلام دي لاحدى الجداول اللي اوريدي موجوده عندي. يعني انا مش عايز اعمل جدول جديد، انا اوريدي عندي جدول عايز ازود عليه مجموعه سجلات. يعني هنا لو تلاحظ مزودين لنا هنا جدول اسمه النيو برودكتس. ده في البرودكت اي دي والبرودكت والديبارتمنت والكاتيجوري والسايز في حاجات كتير جدا. خلاص عايز اخد كل هذه السجلات جايه لي جديد وعايز اضيفها للجدول بتاع البرودكتس. تاني انا اوريدي ده هنا جدول البرودكتس فيه المنتجات. السنه دي عملنا منتجات جديده، فعايز اخد كل هذه البيانات، كل هذه السجلات واضيفها للجدول بتاع البرودكتس. فانا عايز اخد من هنا واحط هنا. يعني مش عايز اعمل بقى جدول جديد، ده انا عايز اضيف بيانات جدول لجدول تاني. ينفع؟ اه كل حاجه تنفع، كل حاجه ده منطقية تنفع. طيب هعمل ايه؟ قال لك بص يا سيدي، هتقول انا عايز اكريت كويري. انت يهمك المره دي تاخد من النيو برودكت، فهو ده اللي انت هتاخده. وعلم لي على كله ما عدا البرودكت اي دي. كله. شغال اهو. عايز اخد الهلومه دي كلها واحطها في جدول البرودكت. ينفع؟ اه. ما تقولوش بقى ميك تيبل، قول له ابند. ضيف لي، ضيف لي على انهي جدول؟ عندي جدول اسمه برودكتس. اوكي ما ضافش لسه. خلي بالك شوف هيعمل ايه. هياخد من النيو برودكت، هياخد الاسم البرودكت ويحطه في الجدول اللي انا عايزه اللي هو البرودكت. هيحط من هنا لهنا 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 لهنا. والاسماء بتاعت الاعمده في الجدولين لازم تكون زي بعض زي ما انت شايف. الاسماء زي بعض عشان الدنيا ما تضربش. لو الاسماء مش زي بعض تيجي تغيرها من هنا، تقول خلي بالك هنا اسمه برودكت وهنا اسمه برودكت نيم. يعني لو انت احتجت حاجه زي كده. طيب جميل، انا عايز ازود ده لده. هو اصلا ده كام؟ دول 21 واحد صح؟ 21. وهنا في كام واحد؟ وهنا في 300. انا 300 ماشي. عايز اعمل ايه؟ عايز ازود دول لدول. رجع لي تاني اهو، قلت له خلاص الابند، انا عملت ابند، انا ناقص اعمل بس الرن. هزود 21 سجل. اه طيب ارجع لي تاني في الرجني برودكتس اهي 321 وهو المطلوب اثباته. يتبقى هنا بس في النقطه دي سؤال وجيه جدا. انا لما جيت اضفت هنا، انا اضفت كل الاعمده فيما عدا عمود واحد اللي هو انهي عمود؟ انا ضفت كل اعمده الجدول ما عدا عمود واحد، اني عمود؟ الاي دي. نايم الاي دي. ليه بقى موجود في الاثنين مثلا؟ ما هو كله موجود في الاثنين، اشمعنى ده اللي ما ضفتوش؟ لان بلاي ملكي، لان البرودكت اي دي ده برايمري كي. طب يعني ايه مشكله انه برايمري كي؟ لا بص، دلوقتي انت عندك النيو برودكتس ده صح؟ الارقام اهي صح؟ هنا في واحد واثنين وثلاثه مش عارف ايه. طب بص هنا في البرودكتس، ما هنا برضه في واحد واثنين وثلاثه ومش عارف ايه. انت مش عايز كده، انت عايز بعد ما الحاجات دي بعد لما تيجي تزود هينزل لك السجل كله وياخد رقم جديد. يعني انت كان اخرك 300 فياخد 301 302 303 304.
انت مش عايز انه ياخد رقم واحد ويحط، ما ينفعش يتحط اتنين واحد هنا، واحد وواحد تاني اسمه واحد. ليه؟ لان المفروض الارقام هنا تبقى يونيك، ده برايمري كي. فقلت له لا انا مش عايز البرودكت اي دي. اوتوماتيك السجل لما ينزل هنا هياخد البرودكت اي دي من هنا، لان ده برايمري كي ومعامله انا اوتو نمبر، فهو اوتوماتيك بياخد النمبر من هنا. اصلا كان هيضرب لو انت قلت له دخل لي البرودكت اي دي، هيقدر يقول لك ازاي ادخلك اتنين سجلين ليهم نفس الرقم؟ ما ينفعش، ما ينفعش. خلي بالك الحاجات الصغيره دي، لان الحاجات دي ممكن توقفك تقول ايه ده، ده مش بيعمل ابديت، ايه ده مش بيعمل ديليت، ايه. خلي بالك من الحاجات، التريكات الصغننه دي هي اللي ايه بتقف قدام الناس. فاذا انت الكويري ممكن تحوله بسهوله شديده من كويري عادي انه يعمل ابديت، يعمل ديليت، يعمل اباند، يعمل ميك تيبل بسهوله شديده، يعني زي ما انت شايف. عايز اوريك كمان مثالين. بساط جدا واقفل على كده اصلا، واوريك بس الواجب اللي عليك او مش الواجب، واوريك احنا بكره هنعمل ايه لو انت عايز تبص عليهم بصه يعني قبل ما اخليكم تشتغلوهم بكره يعني. كده كده هتعمل ايه في الكلوس يعني ان شاء الله. ممكن بفكر بكره اقسمكم مثلا جروبس، اما نشوف تاني تاني كل واحد لوحده احسن. طيب ما نشوف على بكره هنعمل ايه. هقفل ده. وهنا في حاجه اسمها الكروس تاب. ركز بقى، يمكن كروس تاب دي عايزه تفكير شويه. خلي بالك انت عندك موظفين وعندك ارقام للتليفونات لهؤلاء الموظفين. يعني لما تيجي تشوف الموظفين بارقام تليفوناتهم، احنا كنا لغايه دلوقتي بنعملها ازاي؟ نعمل امبلوي، نعمل امبلوي فون، فالاستعلام ده مالتي تيبل يعني جاي من كذا جدول، ونيجي هنا نقول والله اعرض لي الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والديبارتمنت والديبارتمنت والنمبر والتايب مثلا. فكنا بنعرضه بالمنظر ده، فيقول لك فلاني الفلاني، فلاني الفلاني عن ثلاث ارقام تليفونات، اوفيس وسال وفاكس، ادي الارقام اهي، وهكذا وهكذا وهكذا. الشكل ده سيء جدا، الشكل ده سيء جدا. الشكل ده انا ممكن احوله تحويله فظيعه جدا بشكل افضل كتير كتير كتير. هعمل ايه؟ ركز بقى معايا في الكويري اللي انا هعمله ده عشان ده مفيد قوي. هقول له كويري ديزاين، وكالمعتاد انا هختار الامبلوي زي المره اللي فاتت بالظبط، والامبلوي فون هي هي. انا يهمني مين؟ انا يهمني الفيرست واللاست والنمبر والتايب اهو، دول الاربعه يهموني. بس انا مش عايز زكري تيت ده يطلع له ثلاث اربع سجلات حسب عدد التليفونات، لا انا عايز التليفونات كلها تيجي جنب بعض، يعني التليفون الاولاني، التليفون الثاني، التليفون الثالث. الله، مش انت قلت لي غلط نحط كذا رقم تليفون في الجدول؟ ايوه، ما هو فرق ما بين حاجتين، فرق من الجدول معمول ازاي والتقرير انت هتعرضه ازاي. الجدول معمول صح ان انت عامل سجل للموظف وعامل جدول تابع للارقام التليفونات، تحط بقى فيه تليفون 2 3 10 دي حاجه ترجع لك ماليش علاقه بيها. لكن انا عايز لما اجي اعرض اعرض كله في سجل واحد، رقم التليفون او رقم الاسم الموظف وتليفوناته تبقى جنب. ده تقرير شكله اذكى وشكله الطف، ينفع؟ اه، عشان كده فرق ما بين الجداول اللي انت مصممها ازاي وهتعرض التقرير ازاي، دي حاجه ودي حاجه. طيب انت عايز تعمل ايه؟ اول حاجه هاجي هنا وقول انا عايز اعمل كروس تاب، دي رقم واحد. قلت له انا عايز اعمل كروس تاب، قال لي ماشي. طبعا في الكروس تاب بيطلع لك حاجتين، بيطلع لك التوتال وبيطلع لك الكروس تاب، بيطلع لك الاثنين دول مع بعض. طيب وهنا هعمل، خليني اعمل اختار شويه حاجات عشان تبان لك مره واحده وبعدين اشرحها. هاجي هنا اقول له انا عايز ده
رو هيدنج وده اخليه رو هيدنج، وهاجي على الطيب اخليه كولوم هيدنج، وهاجي هنا اقول فيرست لاست فيرست مثلا، واقول ده فاليو. خليني اشوف المنظر بعدين اشرحه لك عشان تبقى الدنيا اسهل كتير يعني. شغل، هو ده اللي انا عايزه. بص بقى ايه اللي حصل. ادي الفيرست نيم واللاست نيم، ادي الموظف اللي اسمه كذا كذا كذا. ليه ايه بقى الراجل ده؟ ده ليه سيل وامرجنسي وفاكس وهوم واوفيس. من الخمسه دول ليه ايه؟ ليه امرجنسي واوفيس. طب وده؟ قال مش عارف ايه سيرينو ليه ايه؟ ليه سيل وليه اوفيس، وده ليه امرجنسي وليه هوم وليه اوفيس، وهكذا وهكذا وهكذا. فكل التليفونات المختلفة نزلت في نفس السجل في الاستعلام، في نفس السجل بتاع الموظف. ده مش الشكل الحقيقي للجداول خالص. أنا غيرت شكل الاستعلام تماما. أنا الوحيد اللي عارف إن دول جدولين، جدول تليفونات وجدول أسف الموظفين والتليفونات التابعة للموظفين. لكن لما جيت عرضت خليت التليفونات كلها تتعرض جنب اسم مين؟ اسم الموظف. عملت الكلام ده ازاي؟ يعني ازاي كتبت فيرست نيم لاست نيم وهنا السيل امرجنسي فاكس؟ هم ايه دول؟ السيل والامرجنسي والفاكس والهوم والطيب والاوفيس. دي الطيب، ده الانواع المختلفه للتليفونات. طيب بص بقى ارجع تاني وتعالى بقى نفهم. انا قلت له كروس تاب. بعد ما قلت له كروس تاب طالب مني ثلاث حاجات، عايز مني ثلاث معلومات. يا ترى السجلات الروز عباره عن ايه؟ فانا قلت له بص الروز دي عباره عن فيرست نيم واللاست نيم، فده بنسميه رو هيدنج. ده اللي هيعرض في كل رو بعرض ايه؟ الفيرست واللاست. قلت له ده رو ده رو اهي، فالفيرست واللاست معرضين لكل رو. طب محتاج مني حاجه ثانيه، الاعمده هتبقى ايه؟ او الكولوم هيبقى ايه؟ الكولومز. فانا عايز الكولوم يبقى الطيب، فجيت على الطيب انت هتبقى ايه؟ كولوم. فاللي هيعرض لي عدد اعمده بعدد التايبس المختلفه. فبما ان انا في الجدول عندي سيل وامرجنسي وفاكس وهوم اوفيس، فيعرض لي اكن عندي خمس اعمده. شيء فظيع جدا، اكن عندي خمس اعمده. انا ما عنديش خالص الكلام ده، ده اختراع كده في الاستعلام. الاستعلام اتحول شكله تماما بشكل مختلف تماما عن شكل الايه؟ عن شكل الجدول. فانت كده 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 كل رو في فيرست ولاست اهو، لكن عدد الاعمده اللي هتتعرض جنبه حسب الايه؟ الطيب. انا عندي كام طيب مختلفه؟ عندي خمس فايف تايبس مختلفين. طب يا جماعه ما عندكم شباب احمد عبد العزيز بيقول لي هو انت لغايه دلوقتي ما اشتغلتش على ملفات؟ انا مديها لكم من اول محاضره. اسوي ملفات يا استاذ انا واشتغل عليها بنفسي. شباب 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 شباب، ما ادخل في الكونتنت. لما تدخل في الكونتنت عندك حاجه اسمها الكورس اكسرسايز فايلز، هيديك الزيب فولدر ده ونزله. اول ما تنزله فك الضغط هيديك كل الملفات اللي انا شغال عليها دي. انا دلوقتي في شابتر 6، يعني انت دلوقتي دخل على الميد تيرم ولسه ما جربتش الحاجه. قاعد اجرب ملفات جديده انا اسويها استاذ. ما اعرفش الكلام العجيب ده، براحتك براحتكم براحتكم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب أنا سويت نفسك بس يطلع لي too many cross top، ما يصير أحط view. طب طب استنى استنى عشان احنا لسه ما خلصناش، في حتة لسه ناقصة، لسه ما خلصناش. خلاص نخلص بعدين قول لي يعني ممكن نشوف انت ايه اللي نعمل عيدها تاني يعني. خلاص وعيدها تاني، وبعد ما عيدها تاني لو طلعت مشكله عندك يبقى نسال. ماشي دلوقتي احنا قلنا ثلاث معلومات، انا اديته معلومتين فقط اللي هو كل سجل هيبقى فيه فيرست واللوست. خلاص طب والاعمده؟
قلت له طيب. طب حاجه تانية، الجدول نفسه هيبقى فيه ايه؟ هتعرض ايه هنا؟ عايز تعرض ايه؟ في الحاله بتاعتي انا عايز اعرض ارقام التليفونات، خلاص. فعلشان اعرض ارقام التليفونات هنا عملت حيله جامده جدا، قلت له خلي بالك هاجي هنا اختار لا فيرست لا لاست براحتك. قلت له انا عايز فيرست، وانا عايز ده ايه؟ ده القيمه، ده القيمه اللي تتعرض في الخليه. خلي بالك انا مش عايز اجمع ولا اطرح ولا اضرب ولا اقسم ولا اجيب الكاونت ولا انا مش عايز اعمل الكلام ده. قلت له هات لي القيمه. فقلت له ايه؟ انا عايز فاليو، اكتب هنا عشان الحيله دي تمشي، لا تقول له فيرست لا تقول له لاست، اهم حاجه تكتب هنا الفاليو. انا عايز فاليو وتقول له لا فيرست لا لاست. تعالى هعملها من اول وجديد، اعملها معايا بعد كده اللي عنده سؤال يسالني، اوكي؟ اعملها معايا. قلت له كرييت، اعمل كويري ديزاين من الموظفين، همشي بالراحه شويه عشان اللي بيجرب معايا. خلاص انا عايز فيرست وعايز اللوست، محتاج جدول تاني. رايت كليك قلت له شو التيبل، واخترت الابلوي فون، وانا عايز النمبر وعايز التايب اهو. طيب الفيرست واللوست الاثنين بالنسبه لي طبعا محتاج اغير الكروس تاب او كروس تاب زي ما انت شايف كده. هاجي هنا اقول خلي بالك ده رو وده كمان رو، يعني كل رو هيبقى فيه فيرست واللاست. لو جيت دلوقتي في الفيو هيقول لي مش عارف ايه تو كرييت يو ماست سبيسيفاي، لازم الكلام ده يتحدد، لازم اقول له الرو ولازم اقول له هيدنج والفاليو الثلاثه مع بعض. المعلومه الثانيه الطيب هو ده اللي الاعمده الكولومز اهي. في كم طيب؟ في 5 تايبس للتليفونات، فهيتعرض 5 اعمده. طب في كل عمود ايه البيانات؟ ده الفاليو بقى، البيانات هو الرقم بس مش عايزه يجمع ولا يعمل اي حاجه، مجرد لا فيرست لا لاست. تعال نجرب اللاست المره دي. هي دلوقتي بقى اللي جرب يقول لي بقى مشاكله، اللي جرب وما اشتغلش معايا يقول لي ظبط. ظبط؟ طيب الحمد لله. يبقى في الكروس تاب محتاج 3 معلومات. المعلومه الاولانيه الروز هتبقى ايه، المعلومه الثانيه الكولومز هتبقى ايه، المعلومه الثانيه. طب انت بقى في النص ناوي تحط ايه بقى بالظبط؟ عايز تحط ايه في النص؟ اوكي مش عارف، كان نفسي ادي مثال كمان على دي فنشوف، بس هل في حاجه ممكن واحد يدي عليه مثال تاني؟ ان دي مهمة الحقيقة يعني. ماشي، مش حاجة في بالي قوي يعني. طيب تعالى بديك اخر حاجة، اخر مثال. فاكر كروس تاب ده هيجي معانا ان شاء الله في التدريبات بتاعت بكره، لا تعملوها ان شاء الله، فهو مهم فعلا. والظريف انه بيغير لك شكل الجداول تماما. هديك كده حاجه مختلفه، تعال نعمل حاجه اسمها اليونيون. اليونيون وهنا هيبقى ليا وقفة، لأن أنا هنا محتاج أحيانا الدنيا تزنق معاك، فحتى الاستعلام اللي أنت عايز تقدر تعمله مش هتقدر تعمله حتى بالديزاينر، وهنا هتضطر تكتب كود. أنا كان نفسي ما أدخلكش في الكود، بس علشان الحتة دي مهمة هدخلك في الكود ببساطة، يعني إيه حتة صغيرة كده خالص ويمشي تاني على طول. فركز معايا، اللي احنا عايزينه التالي. انا عندي هنا جدولين، جدول البرودكتس بتاع ليه علاقه بالفرنيتشر، وده في 89 سجل، وفي جدول تاني في علاقه بالتكستايلز او المنسوجات والحاجات دي، وده في 155 سجل. مطلوب اعمل تقرير
يعرض لي البيانات اللي هنا والبيانات اللي هنا كمان. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ تعال ناخدها حاجه اسهل. الاول تتصور ان انا عايز اعرض البيانات من الجدول ده بس، دي سهله قوي. هتقول له كرييت صح، هتقول له ان انت عايز الكويري ديزاين وعايز تعرض وليكن من الفرنيتشر ده مثلا صح، تقول له كلوز ويقول له استريكس، يعني استريكس يعني كل اللي عامله شغال اهو. انا كده بعرض كامل البيانات من الجدول ده. طب انا عايز اعرض من ده وده، لا مش هينفع بقى بالطريقه بتاعتنا دي، مش نافع. عايز اوريك حركه ظريفه. خلي بالك ان السيكوال مسهل عليك الدنيا كده خالص، لكن الخدعه في ايه؟ ان انت لما بتعمل كليك وبتاع الكلام ده بيتحول لكود عشان تشوف الكود اللي هو كاتبه لك. لو عملت فيو ورحت حاجه اسمها الاس كيو ال هيكتب لك كود كده. انا هاخد الكود ده كده كوبي، تعال نحطه في نوت بادي اكبر شويه بس، ده الكود اهو. وركز بقى كده معايا في الموضوع ده، تعالى حتى اسهل لك شويه. طيب بص بقى يا سيدي، ركز في الحته دي لان ما اعتقدش ان احنا هندخل تاني في الاكواد يعني الاس كيو ال تاني، فيعني فتكون ليك فرصه اللي عايز يكمل المسيره مع الاكسس. الاكسس كقاعده بيانات اكواد الاستعلامات كلها بتعتمد على حاجه اسمها الاس كيو ال. SQL خلاص احنا ما خلوك لغايه دلوقتي ما تعاملناش معاها، ومفروض ان احنا ما تعاملش معاها قوي باعتبار ان انتوا مش متخصصين. فانت المفروض ما تدخلش في الكلام ده غير لما تتزنق للشديد القوي. ولكن للعلم وللزنقه اللي هي زي المثال اللي احنا فيه ده، لازم تعرف ان الاستعلام بيجيب ازاي بيانات. بتدي له امر جميل جدا، الامر ده فيه كلمتين، كلمه اسمها سيلكت وكلمه اسمها فروم، لازم يكون في الاثنين دول. بعد الفروم بتكتب اسم الجدول، الجدول هنا اسمه مش عارف برودكت برودكتس بير نيتشر. وهنا بين السيلكت والفروم تكتب اسماء الاعمده اللي انت عايز تعرضها، بما ان انا عايز اعرض كل حاجه فقلت له استريكس ببساطه شديده. وادي ورحت قفلت السيمي كولون. يعني هنا بقول له ايه؟ لو سمحت اكسس هات لي كل الاعمده من الجدول اللي اسمه برودكتس فرنيتشر. لو احنا كاتبين صح، لو انا كاتب الاسم صح يبقى المفروض يشتغل. كده في غلطه يبقى الاسم مش تمام. قال لي ايه ده؟ بص لما تزنق اف 2 خده كده كوبي بعدين تعمل بيست وكتير، وتلاقي لازم تحطه بين قوسين كده. تعالى بس نتشيك اهو اشتغل اهو شغال اهو. تعالى نرجع بقى تاني للسيكوال. خلاص انا بس اتاكد ان الاسم ده صح. خليك للمشاكل حط بس الاسم الجدول ايه بين قوسين زي ما انا عملت كده. يبقى تاني يا جماعه، لما تكون عايز تستخدم ال SQL بايديك بقى انه يجيب كل بيانات الجدول ويحطه في الاستعلام، هتقول له ايه؟ سيلكت فروم، وبعد الفروم بتكتب اسم الجدول وبين السيلكت والفروم اسماء الاعمده اللي انت عايزها. انا ممكن ما اعرضش كل الاعمده، ممكن اقول العمود مثلا فين الاعمده اللي هنا اهو. ممكن اقول له انا عايز اعرض البرودكت اي دي، وعايز اعرض البرودكت، وعايز الديبارتمنت، وعايز الكاتيجوري، وعايز الكالر، وعايز البرايس. اختار الاعمده اللي انا عايزها واعرضها كوبي. ده الجدول صح؟ لا ماليش علاقه بالجدول، لي علاقه بالاستعلام. بيست شغال اهي. خلي بالك لو انا ممكن استكمل، يعني فجاه هتلاقي كله مسمع مع كله، يعني الديزاين مستعمل مع السيكول كله. شوف كله سمع ازاي، كله زي سمع مع بعضه. ارجع تاني للسيكول. حتى هذه اللحظه انا مش محتاج استخدم السيكول خالص. خلي بالك تعالى نرجع دي، نرجعها اول عشان يجيب لي كل الاعمده لغايه دلوقتي. يعني لو الموضوع ان انت عايز تعرض كل الاعمده
انت مش محتاج كنت تعمل الهلومه دي خالص. اوكي، مش محتاج كنت تعمل الهلومه دي خالص. طيب هعمل ايه بقى؟ ده الجدول الاولاني اللي انا عايز اعرض منه بتاع الفرنيتشر. طب انت عندك الجدول الثاني، تعالى كده نعمله في النوت باد يبقى اوسع لنا شويه، واشيل ده كله واقول استريكس. خلاص هعمل كده كوبي، وهعمل كده بيست واشيل دي، لان دي تتحط في الاخر الكود خالص. بس المره دي انت عايز عشان اللخبطه اف 2 كوبي بيست. طيب انت عايز تعرف كل المعلومات من هنا صح؟ اه، وعايز كمان اعرض معاها كل المعلومات من هنا. ازاي اجمع كل المعلومات اللي هنا مع كل المعلومات بقى اللي هنا؟ دي الحته اللي اضطرتني ان انا ادخل اكتب اس كيو ال بايدي، اجي في النص واقول له كلمه يونيون بس كده، مطلوب منك اكتر من كده. يبقى انا لو اديتك جدولين قلت لك بص انا عايز استعلام يجيب لي البيانات اللي في الاول اللي في الجدول ده، وتحتيها يلزق معاها البيانات اللي من جدول تاني، تحتيها بيانات الجدول تاني، هتحط كل ده سيلكت اسريكس فروم اسم الجدول ومن الجدول التاني وما بينهم كلمه يونيون. الكلام يعني تقلب الصعب قوي. لو انت عملت كده كوبي، دي من الحاجات القليله اللي بتضطرك انك تدخل وتعدل في الاس كيو ال او تعدل في الاكواد بايديك. فين؟ منو عصله جيت على نعمل له جديد، هقول له كرييت كويري، لا هروح رايح للفيو واعمل بيست، وتعالى قول بسم الله ونجرب كده نشغل اهو. شايف جاي بقى كله، جاي بقى اهو التكستايلز ده، وجايب الايه؟ جايب الفرنيتشر، جايب من هنا وجايب من هنا. يبقى دي من الحاجات القليله اللي تضطرك تدخل تكتب اكواد. ايه؟ ان اقول لك هات لي الداتا من جدولين تحت بعض. لا مش موجود عندنا كديزاينر ان هو يعملها لك بنفسه، مش موجود. فساعتها يتطلب الامر انك تعرف حاجتين. ايه هي؟ الحاجه الاولانيه يعني انت علشان بتعرض من جدول بعينه بنكتب سيلكت فروم، وبعد الفروم اسم الجدول، وبين سيلكت الفروم بتحط استريكس عشان يعرض لك كل الايه؟ كل الاعمده. جميل. هتعمل الكلام ده مرتين عشان يجيب لك من الجدول الاولاني ويجيب لك كمان من الجدول الثاني. جميل. طب هلزقهم في بعض ازاي؟ تحط في النص كلمه ايه؟ يونيون. وما تنساش القوس ده لان ساعات الاكسس يبوخ ويرخ. خلاص؟ ما تنساش ان انت في الاخر تحط السيمي كولون. احط الكلام ده فين؟ بتقوله كرييت، وبعدين تقول ان انت عايز تعمل استعلام عادي خالص ديزاين اهو، تقول له لا مش عايز، واجي هنا اقول له انا عايز عندك فيوز كتير، اقول له انا عايز السيكول، وتعمل بيست هنا الكود، بعد ما تخلص تروح مشغل. اي سؤال في الحته دي؟ هي دي الحته الوحيده اللي فيها الاس كيو ال. انا مش عايز تكتب اس كيو ال ولا حاجه، بس دي للاسف مش هتعرف تعملها الا كده. الحته دي فيها صعبه، عيدها. الناس فاهمه الحته دي؟ حد عنده مشاكل يا اولاد؟ مطلوبه دي الحته يا استاذ؟ نعم مطلوبه دي. اه مطلوبه طبعا. يعني انا قلت لك اعمل لي استعلام بيجيب من جدول كذا وجدول كذا، ملهاش حل غير انك تعمل المنظر ده للاسف، ملهاش حل. عارف لو كان ليها بديل ما كنت قلته لك، للاسف ملهاش بديل. عشان كده اضطريت ان انا ادخل شويه في الكود، ملهاش بديل تاني خالص. لو قلت لك هات لي استعلام يعرض لي جدول بيانات الجدول الاولاني وتحتيه الزق فيه جدول الجدول الثاني، الحل الوحيد انك تفتح تعمل كويري وتحوله للسيكوال فيو وتكتب الاكواد دي. طبعا هتغير بقى، هتغير هنا اسم الجدول الاولاني واسم الجدول الثاني. طبعا select asterisk from اسم الجدول، select asterisk تقلب الصعب قوي from اسم الجدول، وفي النص هنا الايه؟ كلمة union بس كده. يبقى دي من الحالات القليلة اللي للأسف الشديد الاكسس مش بيمكنك ان انت تستخدم الديزاينر المنظر العام ده اللي احنا شغالين بيه المحاضرتين اللي فات، ان انت تعمل الكويري. مش هتعرف، مش هتعرف، مش هتعرف. ساعتها لازم تكتب كود، مع انها بسيطة جدا بس للأسف مش موجودة. لازم تكتب كود.
أي سؤال؟ أي سؤال؟ شباب أسئلة؟ ده أنا خلصت المحاضرة، اللي عنده أسئلة أسئلتكم. الدنيا مفهومة؟ حد عنده مشاكل؟ حد عنده أسئلة؟ كده يا جماعة احنا خلصنا الحاجتين. خلي بالك دلوقتي تقدر تقول إن الأكسس، يعني ملخص، يعني الأكسس بيتحط فيه جداول، خلاص أنت عارف الكلام ده، بيتحط فيه استعلامات هي الأسئلة اللي بتتسألها، فعايز تجاوب عليها فبتجاوب بالاستعلام، والاستعلام ما بيخترعش حاجة، بيجيب البيانات دي من واقع الجداول المختلفة. جميل. وبعدين الاستعلامات دي بدل ما تعرضها بهذا المنظر اكنها جدول، انا ممكن اعرضها في تقرير، فاحنا لسه هناخد ازاي تعرض الكلام ده في تقارير. وكمان في حاجه عندنا اسمها النماذج، بدل لما تخلي اليوزر يقعد يفتح جدول بجدول من دول ويبتدي يدخل السجلات دي من هنا، بنبتدي نعمل فورمه زي نموذج زي كده، وانت بتسجل في اي موقع يقول لك ريجستر مثلا، فبتبتدي تملى فورمه اكنك بتملى فورمه. فمن الأظرف بدل لما تقعد تعمل كده تتعامل مع النماذج بشكل أفضل، بحيث إن اليوزرز العاديين ما يدخلوش على الجداول، ده حتى نوع من التأمين والسكيورتي. فأنا أحتفظ بالجداول عندي، وهخلي أي حد عايز يتعامل مع الجداول يتعامل من خلال فورم، أولاً شكلها أشيك وأجمل وأسهل، وفي نفس الوقت أمان عشان ما فيش حد يجي ويروح لاغي الجدول. فأنت يا سيدي اتعامل مع النموذج، والنموذج هيسمع في الجدول. فكإدخال هنعمل بقى نماذج تدخل في الجداول، وكإخراج بدل ما تخرج الحاجة في كاستعلام على طول كده، ممكن أخذ الاستعلام ده وأعرض بيه أملاف إيه وأملاف تقرير، فالتقرير يبقى شكله أحلى كتير. خلاص، فإحنا خدنا الأجزاء الجزئين الأساسيين اللي هو الجداول والاستعلامات. إن شاء الله بعد المتر عندي الجزئين التانيين، النماذج كوسيلة أسهل وأظرف وأشيك وأأمن للتعامل مع الجداول، والتقارير كطريقة أجمل وأشيك إن أنا أعرض فيها النتيجة بتاعت الاستعلام ده. خلاص؟ فدي الأجزاء الأساسية، وبناءً على الاثنين دول، على فهمنا للاثنين دول، هنبتدي ناخد النماذج وناخد التقارير بعد المتر. أوكي؟ لكن ملهاش أي معنى إنك تاخد نماذج وتقارير وأنت مش فاهم دول. إحنا هنكمل بعد المتر بناءً على إن أنت فاهم الاثنين دول. خلاص؟ بحيث بشكل بسيط كده نشوف كده كم تقرير نعمله ازاي، وكم نموذج نعمله ازاي، والدنيا ان شاء الله تمشي معاكم بعد كده. طب كده انت عايز بقى تستكمل، تقدر تستكمل ان شاء الله الرحله، لان ما فيش حاجه ليها نهايه، يعني ايا كان اللي احنا بناخده ده، ده الاساسيات يعني. اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب، يبقى بكره ان شاء الله هنستكمل. بكره بقى ما عندناش حاجه غير ان احنا هنعمل كلاس ورك اللي هو في صفحه 16. انا كل موضوع ان انا هاجي وهكون حاضر معاكم وخليكم تشتغلوا فيه، وانت شغال عندك اسئله هتبقى تسالني. خلاص، فاحنا بكره نجتمع ان شاء الله علشان تعملوا لي التمرين بتاع صفحه 16 استعدادا للمتر بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى. خلاص الشباب، اشوفكم جماعه على خير ان شاء الله بكره. يلا، السلام عليكم.